اعلموا ايها الاخوه من فعل النعمه التي ادركتكم لانكم قد لبستم شكل الملائكه واقمتم بيتكم بمده المسيح وتقدمتم الى الجهاد الصالح. اول كل شيء قد تجددت وتلقيت من الاعمال الرديئه التي للعالم كما قال ابونا القديس العظيم انطونيوس اب الرهبان ان الروح الذي يحل على المعموديه المقدسه هو يحل على شكل الرهبنه ويطهر الذي يسير راكبا. ثم أشهد أيضا مع أدم القديس أنطونيوس وإلا أنه رأى ذاته وكأن نفسه قد خرجت من جسمه وأعطوها في الجو وأرادوا أن يحاسبوها منذ صغرها، وإلا صوت من السماء يقول إني من حين صغر إلى حين صار راهبا قد تركت له ذلك وأصبحت خطايا بالرهبان، ولكن من وقت أن صار راهبا حاسبوه. وهكذا حاسبوه فوجدوه بغير روح كريما أمام الله ساعة فاضلة. والآن أيها الأخوة تحكم دنس العالم بتشكيل الأنواع، فاحفظوا نفوسكم منذ الآن لتكونوا قلوب فرحين المسيح ملك الملوك وتقارون تجاه الحروب الخفية التي لإبليس وجنوده الأشرار، واحفظ العهد الذي قررته الآن لأن تعبد الله بخوف ورعبة وتكرم الزمير مع سهر الليل وتلاوة الأقصنطينية وصلاة الكنيسة المفروضة. تكمل ذلك بكل الاجتهاد مع كل مقدار ونصف طهارة الجسد لكي تكون صديقا للملائكة الأطهار، وأيضا الخضوع والطاعة تكملهما، واحرص أن تسمع لمن يرشدك إلى طريق الله ووصاياه المقدسة إلى حد الموت، لكي تنتج أبناء الله وترث ملكوت السماوات، ويكون لك نصيب وارث مع كافة القديسين الذين عبدوا الله منذ البدء. والرب الإله يساعدكم في كل عمل صالح ويحفظكم من التجارب إلى نفس الأخير، ويجعلنا جميعا مستحقين سماع ذلك الصوت المملوء فرحا للقائل: تعال ولي مبارك أبي رب المكتب معبدكم قبل إنشاء العالم بشفاعة كافة.